بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر موقع الناظور سيتي على هذا الاهتمام البالغ بقطاع التربية الوطنية بإقليم الناظور، والذي أولته أهمية كبيرة منذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي. واليوم ناظور سيتي أيضا تتابع امتحانات السنة السادسة بالمؤسسات التعليمية بإقليم الناظور. عدد المؤسسات هو 187 مؤسسة، عدد التلاميذ هو 84925، عدد التلاميذ الذين سيجتازون الامتحان 10483، الإناث منهم 4930. وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات من طرف المؤسسات التعليمية وكذلك السادة الأساتذة من أجل إجراء هذه الامتحانات في ظروف عادية ومساعدة نفسيا بالنسبة للتلاميذ، وكذلك إعدادا ذهنيا تاما من أجل أن يحصل التلاميذ على نقط تشرف المدرسة المغربية وتبرز المجهودات المبذولة من طرف الطاقم التربوي والطاقم الإداري. الاختبارات هي لا تختلف عن اختبارات السنة، يعني نهاية السنة الامتحانات الإشهادية، فهي نفس المواضيع تطبع بنفس الشكل، وكذلك التلاميذ يجلسون واحد في المقعد وتتم جميع الإجراءات، وهو إجراء يتمرن فيه التلاميذ من أجل أن يجتازوا امتحان نهاية السنة الدراسية في ظروف عادية. هناك بعض المؤسسات عدت وجبات غذائية للتلاميذ، هناك مؤسسات قامت ببعض الإجراءات التي تميزها عن المؤسسات الأخرى، وهذا شيء يعني أشكر عليه المؤسسات التعليمية بالإقليم.